بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى في هذا اللقاء سنشرح أداة البرش تول. الأداة موجودة عندي هنا في شريط الأدوات في المنطقة هاي، اختصارها حرف البي من لوحة المفاتيح. هذه الأداة تستخدم في عملية التلوين. الآن بعد اختيار الأداة بيظهر معي شريط الخصائص، وبتظهر معايا شكل الفرشاة بشكل دائري. لكن في حين إذا كان مفعل عندي زر الكاب لوك هيظهر عندي بإشارة الزائد، مش مفعل هتظهر عندي بشكل دائري. أي حاجة عايز أرسمها يفضل إنه أعملها لاير جديدة. طب كيف أنا ممكن أعمل لاير جديدة؟ ممكن أجي في المنطقة هاي أحكي له كرييت نيو لاير، أو إلى اختصار كنترول زائد حرف الجي. الآن أنا بدي أجي أرسم. قبل ما أرسم فأنا بحتاج إنه أختار الفرشاة بتاعتي. كيف أنا ممكن أختار الفرشاة بتاعتي؟ ممكن أختار الفرشاة بتاعتي في المنطقة هاي، أو بالضغط بزر الفأرة الأيمن على أي جزء في التصميم. هيظهر معي بانل بالشكل هذا، بيظهر عندي مجموعة من الأوبشنز. أول أوبشن هو سايز، مقاس الفرشاة، حجم الفرشاة. ثاني شيء بيظهر معايا حاجة اسمها الهاردنس، حدود الفرشاة هل هي ناعمة ولا شارب. وبيظهر عندي تحت هنا مجموعة من المجموعات، ويندرج تحت كل مجموعة مجموعة من الفراشة. نختار الفرشاة اللي بدنا نلون فيها بدبل كليك. الآن بأي لون أنا هلون؟ اللون اللي هيتم التلوين به هو لون الفور جراوند. ممكن بالدبل كليك أختار من الكلر بيكر اللون اللي أنا ممكن ألون فيه، أو إذا أجيت على التصميم بظهر معايا الأي دروبر وأختار اللون اللي بدي إياه، بلاقيه بيظهر معايا هنا، بنحكي له اوكي. خلينا نضغط ضغطه واحده نخفي الطبقه هاي، ظهر معي. انا بضغط ضغطه واحده ظهر. ممكن اضغط واضلني ساحب واحرك الماوس بيظهر معي بالشكل هذا. طيب خلينا نضغط كليك يمين، بلاحظ انه انا عندي الهاردنس 0%. ايش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا انه اللون بتركز في النص باللون الاخضر تاع اللون فور جراوند، وبيبدا يتدرج تدريجي الى انه يصبح شفاف، اللون يبدا انه يقل الى ان يصل الى درجه الشفافيه. نفس تاثير الفيذر في السلكشن. طيب انا ليش قلت بدي اياه يكون على لاير جديده؟ علشان انه انا اقدر اتحكم فيه. لو حكينا كنترول تي بامكاني نعمل تصغير، نعمل دوران، بإمكاني إنه أتحكم في حجم اللاير هاي، بإمكاني أيضا إنه أعمل أوبيسيتي لنفس اللاير. لاحظ معايا إنتر. لكن لو أجيت أنا على اللاير نفسها، اللاير هاي، وبأداة الفرشاة بديت ألون، نضغط كنترول تي، ما بقدر أتحكم فيها. لا بقدر أعملها تكبير ولا تصغير، ولا بقدر اعمل روتيت، ولا اغير الاوبيسيتي، لانه انا رسمت على الباك جراوند، والباك جراوند هاي حاجه ثابته ما بقدر اغير فيها. كنترول زد. خلينا نعمل كمان لاير جديده في اللاير هاي. انا المره هاي بدي الون، بدي تكون الهاردنس 100%. نضغط ضغطه واحده، بلاحظ انه الحدود بتاعتها مش ناعمه. لاحظ معايا لو اضغط مطول وبسحب بلاحظ انه حدود الفرشاه مش ناعمه. طب نكليك يمين، هذه البراشز الديفولت اللي بتيجي مع برنامج الفوتوشوب. انا ممكن انه احمل مجموعه من الفراش الاخرى. نضغط على الترس، بحكي له بريسيت مانجر، بدي احكي له بريسيت تايب براشز، واحكي له لود، واختار الفرشاه اللي عندي. طيب من مكان اخر بقدر اصل لها عن طريق Edit، Presets، Preset Manager. لازم أتأكد إنه أنا مختار براشز. طب أنا من وين هاي الفراشة ممكن أجيبها؟ ممكن أروح أكتب على جوجل Brushes for Photoshop Free Download، أو أروح لموقع فيه العديد من الفراشي اللي هو Brush Easy، وبنختار مجموعة من الفراشي اللي أنا محتاجها.
ممكن نختار هاي فري داونلود، بدأ يحمل. نحكي له افتح. حسنا، بنلاحظ انه بدأ يتحمل معايا. هل جيت انا اروح بسحب الفولدر هذا على مكان عشان اقدر اصل له؟ نحكي له هيك، نسحب هاي على سطح المكتب مثلا، نقول له اكس موجود عندي في المنطقة هاي. نروح على الفوتوشوب، كليك يمين، نجي في المنطقة هاي على الترس، نحكي له بريسيت مانجر، بدي احكي له لود. انا وين موجود عندي على سطح المكتب اللي هي هذه، نختارها. بنلاحظ اللي عندي 20 اي في برشز 2، نحكي له دن. الان بلاحظ كليك يمين انها تفعلت وموجوده عندي مجموعه من البرشز في المنطقه هاي. لو اخترتها دبل كليك بلاحظ عندي، خلينا نعمل لاير جديده، ممكن اروح اصغرها بحرف الجيم، وممكن اكبرها بحرف الدال، وممكن اروح اختار برشز ثانيه من نفس المجموعه حرف الجيم، صغر بشكل اخر. وبامكاني لو ضغطت ضغطه مطوله وضلت ساحب برسم لي مجموعه من العروق الورد. ممكن كمان نعمل لاير جديده عشان توضح معنا. ضغطة مطولة وبسحب، وهي البرشز إلى مجموعة من الخصائص. لو أنا ضغطت في المنطقة هاي بيظهر عندي مجموعة من خصائص الشيب، ممكن أحرك. لاحظ هاي عندي هنا موجود، ممكن أشوف السايز جيتر كيف بتغير، ممكن أشوف الأنجل الزاوية، لاحظ معي كيف الزاوية بتتغير، الراوندنس جيتر، وفي عندي مينيمم راوندنس. وممكن اجي اضغط ضغطه، بنشوف ايش كيف بصير، انه كل ما بضغط ضغطه بلاقي شكل الفرشاه بتتغير. وفي عندي موجوده العديد من الخصائص، السكاترينج، التكستشوار، الدول برش، الكلر دايناميك، ترانسفير برش بوز نويز، الويد ايدجز، البيلت اب، السموثينج، بروتكت تكستشوار. مع الممارسة ومع الاطلاع بتحاول تتعرف على هاي الخصائص وكيف ممكن نستخدمها في تصميمك. وبالإمكان أيضا أخذ جزء من صورة وتحويلها إلى فرشاة. على سبيل المثال أنا عندي الصورة هاي، بدي أخذ الورقة هاي كفرشاة، فأنا في الأول لابد أن أحدد الورقة باستخدام أي أداة من أدوات السيليكشن، أدوات التحديد. على سبيل المثال ناخذ أداة الكويك سيليكشن تول، نحكي له سيليكت سبجكت، حددنا الورقة، هلقيت بنحكي له كنترول جي على أساس تكون عند الورقة مفرغة بخلفية شفافة. هلقيت أنا ممكن أجي أعرف في الورقة هاي كبرش من خلال قائمة إيديت، بحكي له ديفاين برش بريست، خلينا نسميها باسم ليف، نحكي له أوكي. بلاحظ انها تفعلت معايا الورق. نعمل نيو لاير ونخفي الكلام هذا. بلاحظ انه الورقة بالشكل هذا، ممكن نختار اللون اللي بدنا اياه. وبنلاحظ ايضا انه الورقة موجودة عندي في المنطقة هاي باسم ليف. وبهيك شفنا كيف أنا من خلال صورة أخذت جزء منها بأدوات التحديد وحولتها كفرشاة. يعطيكم العافية، وبتمنى تكونوا استفدتوا من هذا اللقاء.